بسم الله الرحمن الرحيم. في الحصة دي هنحل امتحان محافظة الاسكندرية في جبر تاني اعدادي الترم التاني. قبل كده حلينا امتحانين من امتحانات المحافظات، ده الامتحان التالت، وهسيب لكم كل الامتحانات بعد ما نخلص الحصة. السؤال الاول اختيار. اول مسألة بيقول اذا كانت س تربيع زائد ص تربيع يساوي 7، وس ص بتساوي 3، عايز قيمة س ناقص ص تربيع. في المسائل اللي زي دي بشوف فين المقدار اللي في دول اللي اقدر احلله او افكه، وبعد ما تحلل او تفك بتعوض. فين المقدار اللي نقدر نفكه اللي هو س ناقص ص تربيع؟ القوس اللي فوقيه تربيع ده ليه قانون، ونضرب الاول في نفسه والتاني في نفسه والاول في التاني في 2، يبقى احنا القوس ده نقدر نفكه. همسك القوس اللي هو اسمه س ناقص ص تربيع ونفكه بالقانون. الاول في نفسه س في نفسها بس تربيع، التاني في نفسه ص في نفسها بص تربيع، ودايما هنا موجب، دايما الحد الأخير موجب. الإشارة اللي في النص سالب تنزل سالب، وهنضرب الأول في التاني في 2، س في ص بس ص في 2، يبقى 2 س ص. كده احنا فكينا القوس. هنعوض. هو مديك في المثل إن س تربيع زائد ص تربيع قيمتهم ب7، يبقى احنا هنحوش س تربيع وص تربيع ونعوض عنهم ب7. ناقص 2 س ص، نزل ناقص 2 س ص، يعني 2 في س ص. س ص مديك قيمتها في المثل ب3، يبقى حوشها وعوض عنها ب3. لو ضربت 2 في 3 ب6. تاني هو مديك س تربيع وص تربيع ب7، حوشت س تربيع وص تربيع وحطيت بدلهم 7. ناقص نزلناها ناقص 2 س ص، يعني 2 في س ص. س ص مديك قيمتها ب3، يبقى تضرب 2 في 3 ب6. يبقى كده فكينا وعوضنا. هنطرح دول، 7 ناقص 6 بتساوي 1، يبقى قيمة القوس ده بيساوي 1. المسألة التانية بيقول إذا كان س تكعيب زائد 27، محللها لك س زائد 3 في س تربيع زائد ك زائد 9، عايزين قيمة ك. هو المقدار اللي مدهولك ده عبارة عن مجموع مكعبين حدين وليهم جذر تكعيبي. ازاي كنا بنحلله؟ بنفتح قوس صغير وقوس كبير. قوس صغير كنا بنجيب الجذر التكعيبي، وهو جايب لك الجذر س تكعيب جذرها س، 27 جذرها 3. ازاي كنا بنجيب القوس الكبير؟ كنا بنربع، نربع س س تربيع، نربع التلاتة ب9. هو بس عايز منك الحد اللي في النص. ازاي كنا بنجيب الحد اللي في النص؟ بغير الإشارة واضرب الحدين دول في بعض، الموجب أخليها سالب واضرب 3 في س ب3 س، يبقى الحد اللي في النص اللي هو مكان الكاف بسالب 3 س، يبقى قيمة الكاف اللي عايزها بتساوي سالب 3 س. ده السؤال التاني في الاختيار. ندخل في السؤال التالت. السؤال التالت في الاختيارات ده على الأسس. بيقول لك إذا كان س تكعيب في ص أس سالب 3 يساوي 8، عايزين قيمة ص على س. تعال نعدل المعطى ده الأول. أنت عندك سالب هنا في الأس، لما تشوف سالب في الأس شيله وشجل بالأساس. السينوس 3 ده هننزلها زي ما هي، السينوس والصاد يعتبر بينهم في، هنشيل السالب اللي في الأس ونشجلب، هي الصاد دي تعتبر مقامها واحد، بدل ما صاد أس 3 على الواحد هتبقى 1 على صاد أس 3، وهنساوي الكلام ده بالـ8. كده أنا عدلت صاد أس سالب 3 دي، خليتها 1 على صاد أس 3. تعال نضرب دول في بعض، هي السين يعتبر مقامها واحد، هضرب بسط ببسط ومقام في مقام. س تكعيب في 1 هي بعينها السين تكعيب، ص تكعيب في 1 هي بعينها الص تكعيب، وهنساوي الكلام ده بالـ8. يبقى س تكعيب على ص تكعيب يساوي 8. عشان نلغي التكعيبات دي بنجيب الجذر التكعيبي، بنلغي التكعيب وهنجيب الجذر التكعيبي للـ8، يعني س على ص بس من غير التكعيب هنجيب الجذر التكعيبي للـ8 اللي هو الـ2. الـ2 دي تعتبر مقامها واحد. لاحظ س على ص بتساوي 2 على الواحد، احنا في المثل عايزين ص على س، ص على س يبقى بتساوي 1 على الـ2. طالما س على ص بتساوي 2 على الواحد، يبقى ص على س بتساوي 1 على الـ2، اللي هو هنا الاختيار التالت. السؤال الرابع برضه على الأسس. السؤال ده تقدر تحله بطريقتين. هو مديك 3 أس س يساوي 5، عايز 27 أس س. ممكن نحل على طول من غير خطوات. مديك 3 أس س تساوي 5، عايز 27 أس س. هو عمل ايه عشان يجيب الـ27 دي؟ كعب التلاتة، يعني ضرب التلاتة في نفسها 3 مرات،
زي ما كعب التلاتة انت هتكعب الخمسة، هتضرب الخمسة في نفسها 3 مرات، 5 في 5 في 5 ب125، يبقى بتشوفه عمل ايه وتعمل زيه. 27 دي يعني كعب التلاتة، ضرب التلاتة في نفسها 3 مرات، فنضرب برضو الخمسة في نفسها 3 مرات، هتساوي 125. لو عايز تعملها بالخطوات، هو عايز 27.5 س، هتمسكها تحللها. 27 كام في كام؟ 27 عبارة عن 3 في 3 في 3. طب الأس س ده هنوزعه، تبقى 3 أس س في 3 أس س في 3 أس س. هو كان مديك قيمة 3 أس س ب5، يبقى حوش دي وحط بدلها 5، حوش دي وحط بدلها 5، وحوش دي برضه حط بدلها 5. لو ضربت 5 في 5 في 5 ب125، يطلع معاك نفس الناتج، لو أنا الاختيار التالت. ده السؤال الرابع في الاختيار، ندخل في السؤال الخامس. السؤال الخامس في الاختيار بيقول المقدار س تربيع زائد 4 س زائد أ يكون مربعا كاملا إذا كانت أ بتساوي نجرة. عايزين قيمة أ، هو مديك المقدار وبيقول لك إن المقدار ده مربع كامل، يبقى بنطبق في قوانين المربع الكامل. هنشوف الألف دي موجودة في أنهي حد؟ والله الألف دي موجودة في الحد التالت، يبقى هنكتب قانون الحد التالت. لو عايزين الحد التالت بيساوي الأوسط على 2 في جذر الأول الكل تربيع. تعال نعوض في القانون، الأوسط بننزله زي ما هو، الأوسط اللي هو 4 س على 2 في جذر الأول، الاتنين دي ثابتة في القانون، تنزل في جذر الأول جذر س تربيع بس، الكلام ده كله تربيع، يبقى بنقسم الأوسط على 2 في جذر الأول الكل تربيع. تعال نختصر القوس ده، عندك السين هتروح مع السين، 4 على 2 فيها الـ2، الاتنين دي هتربعها، 2 في 2 بتساوي 4، يبقى قيمة الحد التالت اللي هو مكان أ هيساوي 4، اللي هو هنا الاختيار التاني. آخر مسألة في الاختيار بيقول إذا كان س ناقص 1 أحد عاملي المقدار س تربيع ناقص 4 س زائد 3، عايزين العامل الآخر. عشان تجيب العامل الآخر بتمسك المقدار ده تحلله. المقدار ده مقدار ثلاثي بسيط عشان مفيش حاجة قبل السين، بتفتح قوسين على طول بتحلل. السين تربيع س في س، كام في كام ب3 وتجمعهم يديك 4، التلاتة مفيش غيرها، 3 في 1، ولو جمعناهم يدينا 4. الإشارات، الإشارة الأخيرة موجب، يبقى الإشارتين متشابهين مثل الأوسط، الأوسط سالب يبقى هنا سالب وهنا سالب. كده حللنا المقدار اللي مديهولك. هو كان بيقولك إن س ناقص 1 أحد عاملي المقدار، وفعلا س ناقص 1 طلع من عوامل المقدار. عايزين العامل التاني اللي هو القوس التاني اللي هو س ناقص 3، يبقى س ناقص 1 هو كان مديهالك، العامل التاني اللي هو القوس التاني اللي هو س ناقص 3. كده خلصنا مسائل الاختيار، ندخل في مسائل الأكمل. السؤال التاني في الامتحان أكمل. أول مسألة مديك مقدار اسمه 9 س تربيع ناقص 3 س ومحلله لك، بيقولك بيساوي 3 س في 3 س ناقص نقط، عايزين مكان النقط هنا. هو المقدار ده لو تلاحظ لو هنيجي نحلله في عامل مشترك، التسعة والتلاتة يقبلوا الجسم على التلاتة، س تربيع والسين هنختار أصغر أس اللي هو س، هو فعلا مطلع لك العامل المشترك. بعد العامل المشترك بنعمل ايه؟ بنقسم، بنقسم المسألة على العامل، 9 على 3 فيها الـ3، س تربيع على س فيها السين، الناقص تنزل ناقص، 3 س على 3 س فيها الـ1. لو تلاحظ في المسألة هو كاتب لك التلاتة س، وكاتب لك التلاتة س دي، وكاتب لك الناقص، انت بس هتكتب هنا الـ1. بيعتبر حللنا المقدار ده بإخراج العام مشترك. لها طريقة تاني، ممكن نمسك التلاتة س نضربها في القوس. لو ضربت 3 س في 3 س هتديك 9 س تربيع. طب 3 س في كام عشان تديك 3 س بعينها؟ 3 س في 1، يبقى مكان النقط دي 1، تقدر تحلها بالطريقتين. السؤال التاني ده شبه أول سؤال في الاختيار، بيديك قيمة س تربيع ناقص ص تربيع ب35، وس ناقص ص ب5، عايزين قيمة س زائد ص. هنشوف فين المقدار اللي في دول يتحلل وحلله، بعد التحليل بنعوض. س تربيع ناقص ص تربيع دي نقدر نحللها فرق بين مربعين، حدين وليهم جذر تربيع. همسك المقدار ده وحلله، س تربيع ناقص ص تربيع فرق بين مربعين. الس تربيع عبارة عن س في س، الص تربيع ص في ص،
والإشارات واحدة موجب واحدة سالب، كده حللنا فرق بين مربعين. بعد التحليل تعويض س تربيع ناقص س تربيع، دي نفسها مدي قيمتها في المثلة ب35، يبقى حوشها واكتب تحتها 35 يساوي س زائد ص، احنا اللي عايزينها عايزين قيمتها، هننزلها زي ما هي س زائد ص في، عشان القوسين يعتبر بينهم في، س ناقص ص، س ناقص ص مدي قيمتها فوق ب5، يبقى حوشها واكتب تحتيها 5، نشوف 5 في كام يدينا 35، 5 في 7 ب35، يبقى قيمة س زائد ص قيمتها ب7، يبقى س زائد ص بتساوي 7. السؤال الثالث في الأكمل، عايزين مجموعة حل المعادلة س تربيع زائد 16 يساوي 0. المعادلة يا إما نحللها يا إما نحل معادلة عادية، دي ما تتحللش، هنحلها معادلة عادية، هنثبت س تربيع وهنودي الموجب 16 بعكس الإشارة سالب 16. الخطوة التانية هلغي التربيع وأجيب الجذر التربيعي، قلنا أكتر من مرة مينفعش تجيب جذر تربيعي لعدد سالب، السالب تحت الجذر التربيعي ده ليس له معنى، يبقى مجموعة الحل هنا بتساوي فاي. ده السؤال التالت في الأكمل، ندخل في السؤال الرابع. السؤال الرابع في الأكمل، عايزين احتمال وقوع الحدث المستحيل. احتمال وقوع الحدث المستحيل يساوي صفر، إنما احتمال وقوع الحدث المؤكد يساوي واحد. آخر سؤال في الأكمل، عايزين قيمة 3 أس سالب 2. أنت عندك في سالب في الأس، بنلغي السالب ونشقلب، 3 دي يعتبر مقامها 1، بدل ما 3 أس 2 على 1 هتبقى 1 على 3 أس 2، الغي السالب وشقلب، تعال نفكها، هنزل 1 على 3 أس 2 قيمتها ب9، 3 في 3 ب9، يبقى 3 أس سالب 2 بتساوي 1 على 9. كده خلصنا سؤال الأكمل، نبدأ في المسألة المقالية. السؤال الثالث بيقول لي حلل كل من المقادير الآتية. أول مسألة عايز يحلل س تربيع ناقص 7 س زائد 12. نعد الحدود، ده مقدار ثلاثي، مفيش عدد قبل س تربيع يبقى ده ثلاثي بسيط. نفتح قوسين ونحلل، الس تربيع دي س في س، كام في كام ب12 وتجمعهم يديك 7، والله ال 12 3 في 4 أو 2 في 6 أو 1 في 12، مين اللي يديني 7 اللي هما 3 في 4، بخلي ال 12 3 في 4، لو جمعته بيديك 7. الإشارات، نبص الإشارة الأخيرة الأول، الإشارة الأخيرة موجب، يبقى الإشارتين متشابهين، مثل الحد الأوسط، الحد الأوسط سالب يبقى هنا سالب وهنا سالب. تعال نحل دي الأول، عايز يحلل سينوس 4 ناقص 8 س، هنا حدين. بس قبل ما تحلل هتلاحظ ان في عامل مشترك، هنا في س وهنا في س، يبقى ناخد السين عامل مشترك، اصغر س فيهم اللي هي سينوس 1، يبقى هنا هنطلع السين عامل مشترك، بعد العامل بنقسم، سينوس 4 على سينوس 1 فيها سينوس 3، بنطرح الاسس ناقص السين دي خدناها، يتفضل لك هنا 8. ما تسيبش القوس ده، هتشوفه يتحلل ولا ما تحللش، القوس ده يتحلل فرق بين مكعبين حدين وليهم جذر تكعيبي، هنفتح فيه قوس صغير وقوس كبير، السين اللي هو العامل مالكش دعوه بيه نزله زي ما هو. نحلل القوس ده، القوس الصغير بنجيب الجذر والقوس الكبير بنربع، س تكعيب جذرها التكعيبي س ناقص ينزل ناقص التمانية جذرها التكعيبي 2، نربع، أربع السين س تربيع، أربع الاتنين بأربعة ودايما موجب، هنغير الإشارة ونضربهم في بعض، سالب نخليها موجب وهنضرب 2 في س ب2 س، يبقى حللنا الأول بإخراج العامل المشترك، لقيت القوس ده يتحلل فحللته تاني. السؤال الرابع، عايز يحلل أ م ناقص أ ن زائد م ناقص ن، نعد الحدود، دول أربع حدود، أربع حدود تحليل بالتقسيم، هاخد كل حدين مع بعض، هاخد أول حدين مثلا أ م ناقص أ ن، احنا بناخد الحدين اللي فيهم عامل مشترك، وتاني حدين اللي هما ميم ناقص نون، من كل قوس فيهم اطلع عامل مشترك، هتلاحظ ان في هنا الف وفي هنا الف، يبقى هناخد الالف عامل مشترك، خدنا الالف هيتفضل لك من هنا ميم، خدنا الالف هيتفضل لك من هنا سالب نون، زائد القوس التاني اللي هو ميم ناقص نون مفهوش عامل مشترك، خلاص سيبه زي ما هو ميم ناقص نون، هتلاحظ ان القوس ده شبه القوس ده بالظبط، يبقى هناخد القوس نفسه عامل مشترك، هناخد القوس اللي هو م ناقص ن عامل مشترك، نفتح قوس،
لما خدنا القوس ده هتفضل لك هنا ألف، لما خدنا القوس ده هتفضل لك جاب لي يعتبر واحد، القوس يعتبر جاب لي واحد، يبقى هتفضل لي هنا موجب واحد. يبقى التحليل في الآخر مين ناقص نون في ألف زائد واحد. احنا كده ده السؤال الأول، التالت، الرابع، سيبنا السؤال التاني هنحله في الصفحة اللي جاية. آخر واحدة في التحليل، عايز يحلل 4 ميم أس 4 زائد نون أس 4، عد الحدود. والله دول حدين وليهم جذر تربيعي، يبقى ممكن تقول ده فرق بين مربعين، بس الإشارة هنا موجب. طالما الإشارة موجب يبقى ما تتحللش فرق بين مربعين، أمال هنحللها إيه؟ هنحللها إكمال مربع، اللي هو آخر نوع في التحليل. إكمال المربع بيكون شبه الفرق بين مربعين بالظبط، بس الإشارة بتكون موجب. وقلنا بنميزه كمان إن أقل الأس عندك بيكون 4. المهم ده هنحلله إكمال مربع. ده ما هتحلل إكمال مربع، اكتب الأربع خطوات. أول خطوة بنجيب الأوسط، بنجمعه مرة ونطرحه مرة، بعد كده بنحل المربع كامل، وآخر خطوة فرق بين مربعين. اكتب الأربع خطوات وامشي معاهم. أول خطوة هنجيب الحد الأوسط، اللي هو قانونه 2 في جذر الأول في جذر الثالث. جذر الـ4 ميم أس 4 2 ميم أس 2، جذر النون أس 4 نون أس 2، بناخد نص الأس. تعال نضرب 2 في 2 بـ4، ونزل الرموز زي ما هي، ميم أس 2 نون أس 2. كده جبنا الحد الأوسط. الحد الأوسط ده هجمعه مرة وأطرحه مرة. هنكتب المسألة زي ما هي بس أسيب مسافة في النص، 4 ميم أس 4 زائد نون أس 4. الحد الأوسط اللي جبناه هنجمعه مرة ونطرحه مرة، هنكتبه في النص، 4 ميم تربيع نون تربيع، وأكتبه في الآخر، 4 ميم تربيع نون تربيع. كده 4 حدود هنحلها تقسيم، 4 حدود بتحل بالتقسيم. هتاخد أول 3 حدود مع بعض وتعملهم مربع كامل، مربع كامل يعني تفتح قوس واحد بس وفوقيه تربيع. بتجيب جذر الأول وجذر التالت، مالكش دعوة بالأوسط ده خالص، بتاخد إشارته بس. جذر الـ4 ميم أس 4 2 ميم أس 2، ناخد الإشارة اللي في النص زائد، وجذر النون أس 4 نون أس 2. الحد ده نزله زي ما هو، ناقص 4 ميم تربيع نون تربيع. آخر خطوة فرق بين مربعين، دول يعتبر حدين، القوس ده كله يعتبر حد. هنحل الفرق بين مربعين، افتح قوسين كبار، القوس ده كرره زي ما هو، ما تجيش عنده، 2 ميم تربيع زائد نون تربيع، واكتبه هنا تاني، 2 ميم تربيع نون تربيع. هجيب جذر 4 ميم تربيع نون تربيع، جذر الـ4 2، وجذر الميم تربيع ميم، وجذر النون تربيع نون، تبقى 2 ميم نون، واكتبها هنا تاني، 2 ميم نون. الإشارات واحدة موجب واحدة سالب. 4 خطوات. جبنا الأوسط، جمعناه مرة وطرحناه مرة، كده عملنا مربع كامل، وآخر خطوة فرق بين مربعين. كده خلصنا السؤال التالت، ندخل في السؤال الرابع. نقطة ألف في السؤال الرابع، عايز مجموعة حل المعادلتين دول. أول معادلة اسمها س تربيع ناقص 6 س يساوي 0، عايز يحل المعادلة دي. طب تعال نحللها الأول. والله هنا في عامل مشترك، س تربيع وس، هناخد أصغر أس فيهم اللي هو الس. بعد العامل بنقسم، س تربيع على س فيها الس، الس دي خدناها اتفضل لك هنا الـ6، ونساوي الكلام ده بالصفر. تاني خطوة بساوي كل قوس فيهم بالصفر، إما س بتساوي صفر، وإما القوس التاني اللي هو س ناقص 6 يساوي صفر. س بتساوي صفر دي خلصانة، مفيش حاجة جنب الس تروح بعكس الإشارة. هنا هنودي السالب 6 بعكس الإشارة، يبقى س بتساوي موجب 6. قيم الس دي هي مجموعة الحل، تنفع 0 وتنفع 6، يبقى مجموعة الحل هنا بتساوي 0 و6. المعادلة التانية اسمها س تربيع بيساوي 9، دي ممكن نحلها على طول معادلة عادية. انت لما تيجي الس هنا التربيع، بنشيل التربيع ونجيب الجذر التربيعي، يعني هنزل س وهنجيب الجذر التربيعي للـ9، بس اوعى تنسى موجب او سالب، عشان دي معادلة اس 2 لازم نحط موجب او سالب. يبقى س بتساوي موجب او سالب جذر 9، ننزل موجب او سالب، وجذر 9 بيساوي 3، يبقى مجموعة الحل هنا موجب او سالب 3، افصلهم عن بعض، موجب 3 او سالب 3. تعال نكمل السؤال الرابع. نقطة ب في السؤال الرابع بيقول لي اختصر لأبسط صورة، جذر 3 أس سالب 3 ف
في جذر 2 وسلسلة بأربعة، على جذر 3 في جذر 2 الكل وسلسلة بخمسة. طبعا هنا بيقول لك مع توضيح الخطوات، يعني مش عايزك تكتب المسألة دي على الآلة وخلاص، هو عايز منك الخطوات. خطوات الاختصار إن إحنا بنحاول نخلي الأساسات شبه بعض، خلوهم شبه بعض عشان نعرف نضرب أو نكسب، وهما فعلا شبه بعض، دي جذر 3 وجذر 2 ودي جذر 3 وجذر 2. بس في الأول المقام ده هنوزع، الأس اللي هو سالب 5 ده هنوزعه، هنوزع نحطه مرة فوق جذر 3 ومرة فوق جذر 2، يبقى إحنا هنعدل المقام. البسط ده هينزل زي ما هو، جذر 3 أس سالب 3 في جذر 2 أس سالب 4. هنا هنوزع السالب 5 نحطها فوق جذر 3، تبقى جذر 3 أس سالب 5 في سالب 5 نحطها فوق جذر 2، هتبقى جذر 2 أس سالب 5. كده نقدر نضرب أو نقسم طالما الأساسات متشابهة. بس لما تقسم تقسم جذر 3 على جذر 3 وجذر 2 على جذر 2، نقسم المتشابه. هنزل جذر 3 واحدة بس، وعند القسمة بنطرح الأسس، هطرح سالب 3 ناقص سالب 5، سالب 3 ناقص سالب 5. الناقص دي بتاع الجسمة عشان احنا في الجسمة بنطرح الأسس، والسالب دي بتاع السالب 5، تبقى سالب 3 ناقص سالب 5، شرطين ورا بعض اضربهم في بعض، سالب في سالب بموجب. نفس الكلام هنعملها في الجذر 2، هنزل جذر 2 واحدة بس ونطرح الأسس، أقول سالب 4 ناقص سالب 5، سالب 4 ناقص بتاعة الجسم سالب 5، سالب في سالب بموجب. تعال نخلص الأسس، هنزل جذر 3، سالب 3 زائد 5 أو 5 ناقص 3 ب2 في، هنزل جذر 2، سالب 4 زائد 5 أو 5 ناقص 4 بيساوي 1. تعال نفك الكلام ده، جذر 3 أس 2 التربيع يلغي لك الجذر، اتفضل لك هنا 3 في جذر 2 أس 1 هي بعينها جذر 2، هتضربهم في بعض، 3 في جذر 2 ما ينضربوش، ينزلوا جنب بعض، 3 جذر 2. يبقى الفكرة إن أنا قسمت المتشابه، قسمت جذر 3 على جذر 3 وجذر 2 على جذر 2. كده خلصنا السؤال الرابع، ندخل في السؤال الخامس. نقطة أ في السؤال الخامس نفس فكرة السؤال اللي فات بالظبط، معتمد على الاختصار. بيقول لك إذا كان 8 أس س في 9 أس س على 18 أس س، الكلام ده كله بيساوي 64. إحنا عايزين قيمة 4 أس سالب س. طب إحنا هنجيب قيمة الس الأول، بعد كده نجيب قيمة 4 أس سالب س. هجيب الس منين؟ هجيبها من الكلام ده. إحنا هنمسك الكسر ده نختصره، بعد ما اختصره هساويه بال 64، هتطلع معايا قيمة الس. نختصره إزاي؟ زي ما قلنا في المثال اللي فات، حاول تخلي الأساسات متشابهة، الأساسات اللي هما التمانية والتسعة والتمنتاشر، خليهم متشابهين إزاي؟ هنحللهم. أنت لو بصيت للتمنتاشر دي وحبيت تحللها، تمنتاشر كام في كام؟ ممكن تخليها تلاتة في ستة أو اتنين في تسعة، الأفضل نخليها اتنين في تسعة عشان تبقى شبه التسعة اللي فوق، يبقى التمنتاشر هنخليها اتنين في تسعة، تمنتاشر فوقها أس س، ننزل أس س. طب تعال نحلل التسعة دي، ما تحللهاش خلاص، هي شبه التسعة اللي تحت، سيبها زي ما هي، تسعة أس س زي ما هي. هنحلل التمانية، تمانية كام في كام؟ تمانية دي اتنين في اتنين في اتنين، يعني ممكن نخليها اتنين أس تلاتة، الأس بتاعها أس س فننزل أس س. يبقى أول خطوة حللنا الأساسات، التمنتاشر خليتها اتنين في تسعة، التمانية خليتها اتنين أس تلاتة، التسعة اللي فوق دي سبتها عشان تبقى شبه التسعة اللي تحت. الكلام ده كله بيقول لك بيساوي 64، فهنساويهم ب 64. تعال نكمل الاختصار، لو عندك قسين فوق بعض اضربهم، لو عندك توزيع وزع. هنا عندنا قسين فوق بعض هنضربهم في بعض، هنزل الاساس في الاول اللي هو الاتنين واضرب 3 في س ب 3 س في التسعة والستين ده هتنزل تحت، ممكن نوزع السين احطها فوق الاتنين وفوق التسعة، هتبقى اتنين أس س في تسعة أس س، وهنساوي الكلام ده بأربعة وستين. تعال آخر خطوة في الاختصار، نقسم أو نضرب. هنقسم الاتنين على الاتنين والتسعة على التسعة. أنت عندك دي تسعة أس س ودي تسعة أس س شبه بعض بالظبط، فممكن يروحوا، هتفضل لك اتنين أس تلاتة س على اتنين أس س، دول هنقسمهم. عند القسمة نطرح الأسس، هنزل اتنينية واحدة بس اللي هو الأساس،
وطرح 3 س ناقص س ب 2 س، 3 سينات حشنة سينات يبقى فاضل لك 2 س، وهنساوي الكلام ده ب64. تعال نحلل ال64 عشان تبقى شبه الاتنين، عشان نقول الأساس يساوي الأساس. ال64 نحللها كام في كام؟ هي ال64 دي عبارة عن 8 في 8، احنا مش عايزينها تمانيات، احنا عايزين 2. التمانية الأولى عبارة عن 2 في 2 في 2، والتمانية التانية برضه عبارة عن 2 في 2 في 2. كام اتنينية دول؟ 6 اتنينات، يعني ممكن نخليها 2 أس 6، يعني 2 مضروبة في نفسها 6 مرات. فال64 انت خليك عارفها عبارة عن 2 أس 6. هتلاحظ كده ان الأساس يساوي الأساس، اذا الأس يساوي الأس. طالما الأساس يساوي الأساس اذا الأس يساوي الأس. هنساوي الأسس دول ببعض، 2 س تساوي 6، هنقسم هنا على الاتنين وهنا على الاتنين، يبقى س الواحدة بتساوي 6 على الاتنين فيها 3. كده انت جبت قيمة الس. احنا مش عايزين الس، احنا عايزين 4 أس سالب س، يعني هتساوي 4 أس سالب س. الس اللي احنا جبناها دي جبناها ب3، حوشنا الس وحطينا بدلها 3، بقت 4 أس سالب 3. تعال نعدلها، حوش السالب اللي في الأس وشقلب الأربعة دي مقامها واحد، بدل ما 4 أس 3 على الواحد هخليها 1 على 4 أس 3، شقلبناها ننزل 1 على ونفك 4 أس 3، يعني 4 في 4 في 4 ب 64، يبقى قيمة 4 أس سالب س بتساوي 1 على 64. ده نقطة أ في السؤال الخامس. ندخل في نقطة ب. آخر مسألة معانا في الامتحان دي على الإحصاء، بيقول لك سلة بها كرات متماثلة مرقمة من 1 ل 15، سحبت كرة عشوائية، عايزين احتمال أن تكون الكرة المسحوبة تحمل عددا زوجيا. على طول في مسائل الاحتمال أول خطوة تجيب فضائل عينة. فضائل عينة هنا بيقول لك كرات مرقمة من 1 ل 15، يبقى فضائل عينة 1 أو 2 أو 3 أو 4 لغاية 15. العدد الكلي كام؟ 15 كرة، يبقى تعرف إن العدد الكلي 15. أول مطلوب عايزين احتمال أن تكون الكرة تحمل عددا زوجيا. احنا نجيب الأعداد الزوجية الأول. هتجيب الأعداد الزوجية اللي هنا، الأعداد الزوجية تبدأ بالاتنين وأربعة وهكذا. أعداد الزوجية 2 4 6 8 10 12 14، خلاص مش هاخد الـ16 عشان احنا آخرنا 15. دي الأعداد الزوجية. احنا عايزين الاحتمال، أقول له الاحتمال بيساوي عدد النواتج العدد الكلي. عد دول، دي 1 2 3 4 5 6 7، يبقى عدد النواتج 7 على العدد الكلي للكرات بيساوي 15، يبقى الاحتمال 7 على 15. المطلوب التاني عايزين احتمالا تحمل الكرة عددا يقبل القسم على 3. فاحنا هنجيب في الأول الأعداد اللي تقبل الجسم على 3 من هنا. الأعداد اللي بتقبل الجسم على 3 بتبدأ بالـ3 نفسها، وبعد كده تزود تلاتات، يعني هنبدأ بالـ3 نفسها، كده زود 3 6، زود 3 كمان 9 12 15، خلاص احنا اخدنا الـ15. تعال نجيب الاحتمال نفسه، عد دول، 1 2 3 4 5، بعدد النواتج 5 على العدد الكلي اللي هو 15. 5 على 15 نختصرها، على الـ5 فيها الواحد، على الـ5 فيها الـ3، يبقى الاحتمال يساوي تلت. آخر مطلوب احتمالا تحمل الكرة عددا أوليا. نجيب الأعداد الأولية الأول، الأعداد الأولية اللي هنا، أصغر عدد أولي الاتنين، الواحد مش أولي. الأعداد الأولية بتبدأ بالاتنين اللي هي تقبل الجسم على نفسها وعلى الواحد بس. العدد الأولي اللي بعد الاتنين التلاتة، التلاتة تقبل على نفسها والواحد بس. بعد كده الـ5، بعد كده الـ7، الـ9 مش أولي عشان الـ9 بيقبل على التلاتة، بعد كده الـ11، بعد كده الـ13، هما دول الأعداد الأولية اللي محصورة بين 1 و15. تعال نجيب الاحتمال نفسه، هنعد دول، 1 2 3 4 5 6، يبقى 6 على العدد الكلي اللي هو 15. نختصرها، تقبل على التلاتة، 6 على 3 فيها الـ2، 15 على 3 فيها الـ5. كده حلينا 3 امتحانات في الجبر. هتلاقي كل حصص المراجعة وكل الامتحانات اللي فاتت في أول تعليق، أو كمان ممكن تلاقيهم في القائمة اللي بتظهر هنا دي، وهتلاقي كل حصص شرح الجبر في القائمة اللي بتظهر هنا دي.
أشوفكم الحصة الجاية إن شاء الله.